ولكن جينا للظهير الايسر اش لقينا؟ لقينا سايس. هذا هو العجيب، ان سايس اللي عمره ما لعب ظهير لعبوا في هذا الماتش وفي ماتش رسمي. قم بشراء أجمل الملابس الرياضية من موقعنا واحصل على خصم 5%. أجمل القمصان بأقل الأسعار وبجودة عالية لا يمكن أن تجدها في متجر آخر. رابط الموقع وكود الخصم في صندوق الوصف. مرحبا بكم على قناة خالد با يوسف. أولا وقبل كل شيء لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بقناتنا حتى يصلكم الجديد. السلام عليكم، مرحبا بكم في الفيديو الجديد. اليوم جينا نهضروا على المنتخب الوطني وهذا المقابله اللي دار مع افريقيا الوسطى. اولا قبل ما نحطوا حتى شي حاجه، قبل ما نهضروا على والو، هذه راه غير افريقيا الوسطى، راه ماشي ما غانا ما الكاميرون ما تونس، ماشي شي فرقه اللي تقدر انها تحرجنا في بلادنا. هذه ديروها في بالكم. نجيو في التشكيله كيفاش تحطات. التشكيله اللي صدمات الجميع، دابا ما غاديش نقول انها صدماتكم دابا لاننا غلبنا ب 4-1 وكان خصنا عادي نوضوا الناس يهضروا علاش هذا ما كيلعبش هنا، حطوه هنا، علاش هذا عمره ما لعب هنا ولعبوا هنا. كاين شي واحد اللي ما عمرهم ما لعبوا في شي بوست وحطوهم اليوم في مقابله رسميه. نبداو باول حاجه، هي الحارس بونو، هذا يستحق انه يكون حارس رغم الخطا اللي دار اليوم. نجيو للاكس، مدافعين بجوج لقينا انه دار سامي اللاعب الجديد اللي كيلعب في الدوري البلجيكي، وحده دار في الضال. هاد الجوج مازال نهضروا عليهم على الاخطاء اللي داروا. اذا في اللاكس حنا لقينا اللاكس في الضال مع سامي. نجيو للاظهره، الاظهره فين صدمنا؟ الاظهره لقينا في الظهير الايمن كاين مزراوي، هذاك الشيء عادي كيبان لنا عادي، ولكن جينا للظهير الايسر اش لقينا؟ لقينا سايس. هذا هو العجيب، ان سايس اللي عمره ما لعب ظهير لعبوا في هذا الماتش وفي ماتش رسمي في الفرقه ديالو، كيلعب اما 5 اما 4، كيلعب في اللاكس ديال الديفونس، وجينا لهاد المقابله وحطوا ظهير. يعني استغربت انا فاش شفتو كنشوف واش كيدير هذا حكيمي، راه خصو يكون ظهير. المهم ماشي مشكل، نجيو للميليو ولا الكاسور قدامهم كاين امراض اللي كان حيي اللي دار مقابله زوينه برافو عليه. قدامه كاين تعرف مع بقلال، هاد اللاعب اللي هاد الجوج اللي ما عطاوش مزيان. مازال بقلال كتسمعوا بزاف في المقابله، ولا اني راه ما عطاش داكشي اللي معولين عليه. كنجيو للاطاك، لاطاك كاين راس حربه العربي، داك اللاعب ما تلوموش لان كانت عليه حراسه مشدده. وفي الاجنحه كنلقاو الجناح الايمن زياش والجناح الايسر حكيمي. حكيمي اللي عمره ما لعب جناح، وي كيلعب هو ظهير عصري. شكون هو ظهير؟ ظهير عصري هو انه كيلعب ظهير وفي نفس الوقت كيطلع يكون جناح ويرجع للظهير ديالو، وكان عمره ما كان جناح نيتفليكس، وكانوا اليوم وعطاه. المهم ماشي مشكل، لان ما يمكنش انكم دابا غادي تحاسبوا لانكم غلبتوا بربعه لواحد. كون كنتو خسرتوا فاش غادي تنوضوا تقولوا راه بالله عليكم واش سايس اللي عمره ما لعب ظهير غادي تدخلوا تلعبوا ظهير في مقابله رسميه؟ ولو ان اللي خلى انه يزعم، ربما اللي خلى انه يزعم يدير هكا هو انه كيلعب مع افريقيا الوسطى. كون جا فرقه في الدوزيام سيري غادي تغلبها. انا ما جيتش باش ننتقد، جيت نشوف داكشي اللي بان ليا. نجيو الاداء ديال اللاعبين، نبداو بمزراوي. مزراوي في الناحيه الدفاعيه مزيان، الهجوميه ما عطاش مزيان، كل واضحين. نجيو للاكس، هاد الجوج ديال اللاكس تقال وتقال وتقال، هذا راه باين لكل شيء. واش جوج مرات اللي كتطلع افريقيا الوسطى بمرتدات وكيجري كيفوت الديفونس؟ واش انت اللي اللاكس كره عندنا حنا طالعين، كره عندنا طالعين كتلقى اللاكس فين كاين؟ كاين في السونتر، كتلقى سامي مع في الدار كاينين حدا السونتر. هذا هو اللي خلى داك الهدف ان الكره كتطلق كيجري ما كي، لان خليتي مساحه. دابا انت خلي هذه المساحه كامله مع واحد الناف، راك عارف رؤوس حربه ديال افريقيا راه كيصوت راه كيجري، خليتي هذه المساحه كامله ملي جيتي تجري معاه راه ما راك ثقيل وتقل للاسف، لان ملي تحرجك افريقيا الوسطى كتطلع تماركي عليك في بلادك اش غتقول مع غانا
لعابه غانا، اش تقول مع لعابه الكاميرون، اش تقول مع لعابه ديال تونس، اش تقول مع لعابه الجزائر، لعابه اللي خفاف اللي كيجريو مزيان. اذا عندنا هاد لاكس ناقص كروم عندك، نجي قلنا مزراوي في الناحيه الدفاعيه مزيان، الناحيه الهجوميه شويه معطاش، قلنا لاكس ثقيل، قلنا لاكس ثقيل تقال بجوج، لا سامي لا فضال. نجيو لسايس، سايس حتى شي واحد ما عنده الحق يهضر معاه، اول مره كيلعب في ذاك البوست، اول مره كيلعب في ذاك البوست، وشفنا واخا قضى غرات شويه، وانما ما مولف بين انه ما مولف في ذاك البوست، هو مولف انه يكون في اللاكس. ما عرفتش هذا المدرب واش عندك مزراوي وسايس وحكيمي وسامي بغيتي تدخلهم ضروري خصهم يدخلوا بحال شي واحد دابا كيجيو الناس كيجيو اللعابه زعما كيبانوا ليه واحد ربعه ولا راه خصهم يدخلوا كيلعبوا في نفس البوست كيعاونوا انه يفرقهم، راه كنشوفوا شكون اللي غادي يعطي في لي بوست الاخرين، راك لاعب مع افريقيا الوسطى راه ماشي شي منتخب اللي قلت انه كبير. المهم ماشي مشكل، ندوزو امرابط مقابله زوينه، هاد جوج تائهين واخا تقول لي باقلال كتسمع باقلال باقلال كره عند باقلال راه كيتسارى راه كيدور باقلال ما عطاش لا هو لا لا, لا لا تعرفت ربما تعرفت راه سالت وقيتو. المهم ماشي مشكل نفوتو هادو ندوزوهم تا هادشي كاع اللي فات نفوتو ندوزو. نجيو للاجنحه زياش راه 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 بلا ما نهضروا راه كاع الاهداف راه من الاسيست ديالو ومن الصنع ديالو بمجهود ديالو باش جاو الاهداف. شفنا الهدف الاول من عنده ضربه جزاء هذيك راه فيها وفيها ماشي مشكل، الهدف الثالث راه اسيست ديالو زعما انه هو عطى داكشي اللي عليه. حكيمي مزيان اللي كيبقى فيك انك كتشوف لاعبين افريقيا كيشوف انه خاسر كيبغي انه يهرس معاه لعاب، هذاك هو اللي استفز المدرب وحاول ومشى بغى يضار مع المدرب ديال الاخرين على داك الاساس. ما العقليه الافريقيه هي هذه، راس حربه كانوا شادينو مزيان انك تحط واحد راس حربه بحال هذا كيشدو كيقضي حكيمي مع زياش الغرض، هذا هو باش مزيان النف انك تحط نف تما. راه قلت لكم في الفيديو السابق داك النف اللي كان حاط مدرب برشلونه في التسعينات حاطو غير كي يدوخ الديفونس وكيقضي واحد ديال الغرض. فكرني بواحد الفريق عندنا هنا في الريش في الهوات، انا كنهضر على الهوات، كان واحد النف حيط واقف راه ناقص شويه في اللمسه ما عندوش نعترفوا، ولكن يحطوا غير كيخلع الديفونس وكيقضيو الناس اخرين الغرض، كيشوفوه واقف كيشدوه جوج عندك يدوز ودوك نصوص المترو قاضي الغرض. اذا تحيه لكم، هذه هي وجهه النظر ديالي. خليل يوزيتش اول فوز ديالو في المغرب، شحال ديال واش هذا المنتخب اول فوز في المغرب. حكيم زياش اخيرا يفك النحس وبصعوبه، شفنا ضربات الجزاء دخلها بالتير، راه ما شافش ان ما بقاش تيقف راسو انه غادي يحطها في القانت ولا يحطها بالعقل، صافي بغى يضرب خصو يفك ذاك النحس، وراه فك النحس ديال ضربات الجزاء، واخا هكاك هو ما مختصش في ضربات الجزاء، شفنا كيفاش كيضيعوا، وشفنا هذه اللي ترى مؤخرا، ديك الطريقه ديالو راه ضربات في الكار ديالو كانت غادي تدخل، يعطيو شي ضربات جزاء لشي واحد اللي رزين وثابت، وغادي يقلبوا غادي يلقاو في المنتخب. الشونج داروا خمسه لان الفيفا ولات سمحت لهم انه يديروا خمسه ديال التغييرات، هذا الشيء مزيان باش تعطى فرصه للاعبين كثار. وصلنا لاخر هذا الفيديو، بغيتكم تعطيونا الاراء ديالكم على هذا الاداء ديال المنتخب، ولو كنقولوا كنعاودها اداء ضد افريقيا الوسطى، ما غانا ما كاميرون ما تونس ما حتى شي فرقه اللي تقول انها زعما غادي تحرجنا، ورغم ذلك حنا كنشجعوا المنتخب الوطني بما اننا مغاربه، بغينا المنتخب الوطني يتاهل ويدير شي حاجه، ولو ان كيبان ليا عنده خلل شويه في هذا، وكنتمنى ان خليل يوزيتش يصلحوا مع المده وحنا وراء المنتخب الوطني. السلام عليكم. إذا اعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك والاشتراك بقناتنا حتى يصلك الجديد.